خلال حديث، لأنه أنا بفضل نأخذ اللعب بعد ما ننهي جميع المحاضرات المتعلقة في اللعب عشان تقدروا تستوعبوا الصور كاملة. أوكي. كمان شغل موضوع الأسايمنت، هلا في هذا السبت في أسايمنت حتى لو أخذنا محاضرة واحدة. الأسايمنت مو كل مرة راح أبعث مسج لحديثة وأحكي له ذكر الطلاب إنه في أسايمنت يوم السبت راح يكون من الساعة 8 مثلا للساعة 11. أنا حبيت أعطيكم إياه بنفس اليوم لحتى تخلص عليك، لأنه إذا خليته أسبوع كامل الأسايمنت راح تقعد فترة طويلة، ممكن يكون قراءة ريدينج لشغلة معينة، مش شرط دائما يكون كويز أو حل. أوكي، لكن إيش المهم بالموضوع؟ المهم إنه راح يجي منه أسئلة الامتحان، فلا تهمله. أوكي، ولا تغشه زي ما صار بالأسايمنت الماضي، ماشي الحال؟ لأنه وصلني أشياء بنفس الكونتنت، أوكي، مجموعة من الطلاب كلهم اسمهم ببلش بحرف واحد، كلهم كانوا عاملين كوبي بيست، في طلاب بعثوا لي نفس البي دي اف. أوكي، فيعني ما تفكر إنه 324 طالب ما رح أطلع عليهم، لا بطلع عليهم، ما عندي مشكلة، هاي وظيفتي وواجبي. أوكي، فلحى هاي المواضيع الغش والخداع والهاي تكوكوا منها، بلشوا من أول اشتغلوا صح، حتى بأتفه وأبسط الأمور تتعبدوا إيه ما هو أسايمنت. لا لا، من هون بنبلش، من هون ببلش المبدأ، من هون ببلش القيم، من هون ببلش الأخلاق. أوكي، واللي بغش هلا بالأسايمنت رح يغش في الامتحان متأكدة. أوكي، فرجاء خلينا نكون زي ما حكينا قدوة ومثال للطبيب الإنسان، قدوة للأجيال القادمة. مش الأسايمنت تروح تجيبه من عند زميلك يبعث لي اياه مشان الله عشان ابعته، ما مو هذا هدفي. اوكي، مش هدفي هيك. على كل الاحوال اللي لخصه صح، ويعني بشكر وبقدر جهود كل واحد بذل جهده في تلخيصه، لانه هذا الفيديو رح يجي عليه 3 إلى 4 اسئله. اوكي، فاللي لخصه رح يجي يوم الامتحان ويقرا التلخيص اللي عنده، واللي ما لخصه راح يبذل جهد ويرجع يعيده مره ثانيه ويحضره مره ومرتين لحتى يفهم شو الاشي اللي غشه من زميله، ماشي الحال؟ فرجاء الاسايمنت مهم، ما راح اضل اذكر حذيفه كل مره. خلاص انتم السبت تدخلوا بتحلوا الاسايمنت اللي عليكم وبتبعتوا لي اياه، زي ما قلت لكم اذا كان كويز، اذا كان ريدنج ماتيريال، اذا كان اي شيء، كل مره راح يكون مختلف، مش دائما راح يكون فيديو، ماشي الحال؟ وزي ما خبرتكم انا حذيفه الاربعاء ما في محاضره، بس هذا الاربعاء ماشي، واللاب بخبرك عليه بس نخلص المحاضرات، متى رح يكون بالتنسيق معك لحتى يناسب اوقات الجميع. وتفضل خلينا نبلش المحاضره. انتم شباب وصبايا معكم مجال لو سمحتوا تباعدوا، يعني هون القاعه دائما افضل، بعرفش كانه عدد الطلاب مختلف بين الشعبتين، افضل لكم يعني حمايه لكم. اوكي، اللي بيقدر يبعد عن زميله اللي بده يضل ملتصق معه جنبه يلبس كمامه افضل. اوكي، طيب رح نحكي اليوم، حكينا عن السيل ديث او الريفرسبل سيل انجوري اللي هو السيل ديث، اللي هم انواعهم نيكروسيس وابوبتوسيس. اخذنا في المحاضره السابقه عن النيكروسيس وانواعها، واليوم رح نحكي عن الابوبتوسيس وكيف بيصير الابوبتوسيس. اوكي، زي ما حكينا هاي يعني تقريبا اعاده لاشياء اوريدي سونار يعرفها المفروض، انه هي باث واي اوف سيل ديث. اهم شيء نرجع نستذكر الصوره بس للي ناسي او اللي لسه ما رح يدرس المحاضره، انه في عنا النيكروسيس وفي عنا الابوبتوسيس. النيكروسيس شو المين ابنورماليتي؟ اللي هي البريك داون ان ذا سيل ميمبرين، ليكج اوف سيلر كونتنت، وبالتالي اكيوميشن اوف انفلاماتوري سيلز مينلي نيوتروفيلز. اوكي، بينما يا شباب اللي بيحكوا مع بعض اي ابوبتوسيس. اوكي، الابوبتوسيس شايفين كيف بصير تشويش للي بحي للي عماله بشرب، بكون عندي فكره بدي اوصلها بتاثر على 100 طالب معك، عشان بس انه خطر في بالك فكره بدك تحكيها بهاي اللحظه. لو سمحتوا الالتزام بالهدوء في المحاضره، مو طالبه منكم اكثر من هيك، لاني بكون بشرح شغله خلص بس انا هيك بصير معي بتشوش، بطل اعرف شو بدي احكي لكم بالضبط. رجاء رجاء، وانا لسه سالتني دكتوره قالت لي كيف الدفعه الجديده، حكيت لها ممتازة أحسن من هيك عرف، قلت لها ما شاء الله عليهم، يعني ما حكيت لي في إزعاج زي بعض الدفعات الماضية، قلت لها لا أبدا. فرجاء خلينا زي ما إحنا زي ما اتفقنا. طيب الأبوبتوسيس إيش بصير في عنا؟ اللي هو حكينا هذول الفورميشن أوف أبوبتوتيك بادي، مسموح طبعا احكي معي عادي بتجاوب معي، بالعكس أنا بدي أسمع صوتكم وأنتوا بتجاوبوا عشان أحس إنه أنتوا فاهمين إيش عمالي بحكي. أوكي، لكن الحديد الجانبي لا أكيد. إذا شو بصير في عنا اللي هو formation of apoptotic body؟ هل بصير في عنا leakage of cellular content؟ No.
اوكي بتظهر كونتيند ان ذيس. بصير تغير في البلازما ممبرين. هلا رح نشوف شو التغير اللي بصير وكيف بتغير الستراكشر اوف ذا ممبرين. اوكي لكن بتضل هالاورجانيل والفراجمنت اوف ذا دي ان اي بتضلها كونتيند انسايد ذيس ابوبتوتيك بوديز. اوكي وبالتالي بتصير جاهزه لايش؟ بصير لها فاجوسايتوسيس باي فاجوسايت. هذا الشيء بخلي شكلها هذا والتغير الستراكشر رح نحكي عنه كمان شوي. اوكي بخليها ايش جاهزه للفاجوسايتوسيس باي فاجوسايت. هذا المين ديفرنس بين رح نضل نحكي عنهم ونعيد ونزيد فيهم الفرق بين نيكروسيس وال ابوبتوسيس. اذا بلازما ممبرين اوف ذا ابوبتوتيك سيل ريمينز انتاكت ان جنرال لكن بصير في عندي فراجمنتس اوف ذا ابوبتوتيك سيلز بريك اوف اللي هي زي فولينج اوف اوكي اوف ذا سيلز اللي هم حكينا عنهم ابوبتوتيك بودز. هلا الممبرين is altered in a way that the cell and its fragments become able targets for phagocytes. زي ما قلت لكم بتصير هي تغير الستركتشر اللي صار عليها بخليها ايش سهلة الالتهام من قبل الفاجوسايت. اوكي بصير عليها ليجنز واشياء سهلة انه يتعرف عليها الفاجوسايت ويجي يتهمها وبالتالي ما بصير في عنا ليكج اوف سيلر كونتنت. فعشان هيك الديد سيل اند اتس فراجمنت رابيدلي كلير بيفور سيلر كونتنت هاف ليكد اوت زي ما حكينا. عشان هيك الابوبتوتيك سيل ديث كوز نو انفلاماتوري رياكشن ان ذا هوست. اوكي نو انفلاماتوري رياكشن ان ذا هوست اور ان ذا سراوندينج سيل او ان ذا سراوندينج انفايرمنت. اتفقنا؟ طيب نيجي كمان ناكد مره ثانيه ونحكي من خلال جدول. هلا حكينا بصوره حكينا حكي عادي وهلا نرسخ المعلومه اكثر واكثر من خلال جدول. زي ما حكيت لكم المعلومات مثلا ممكن تخليها كلها على جدول كل اللي حكيناه من الفروقات خلص خليه بهذا الجدول اي شيء زياده بتزيده او انه على الرسمه لانه الفيجوال ميمورايزيشن زي ما حكينا افضل. هلا السيل سايز شو لاحظتوا بالنيكروسيس كان سويلينج بينما بالابوبتوسيس صار في عندنا بالضبط شرينكيت. النيوكلياس حكينا عن التغيرات اللي بتصير بالنيوكلياس صح اللي هي بكنوسيس كاريولكسيس كاريولايسيس وليس ان ابوبتوسيس بصير فراجمنتيشن of the nucleus into nucleosome size fragments. فبتلاقي some apoptotic bodies فيها دول nucleosome fragments. Okay, nucleosome fragments plus some organelles زي الميتوكوندريال in plasma reticulum. The plasma membrane نعرف بصير فيها انها disrupted and break down the plasma membrane in necrosis. Whereas in apoptosis ايش بيكون عنا intact لكن the structure تبعه بصير في عنا alteration in the استراكشر خاصة بالاورينتيشن اوف ذا ليبيد. بصير في عنا في طبقة داخلية اللي رح نحكي عنها اخر شيء في طبقة داخلية بالبلازما ممبرين فوسا ديدل سيرين هاي بصير لها فليب تقلب بتصير لبرا فبتصير بتسهل عملية التعرف عليها من قبل الفاجوسايت. اوكي هلا سيلر كونتنت زي ما قلنا بصير فيها انزيماتيك دايجستشن لانه كمان اللايزوزوم بصير لها ركتشر بيطلع الانزيمات اللي فيه زي ما حكينا وبيصير انزيماتيك دايجستشن اوف ذا سيلر اورجانيل وبالتالي ممكن يصير في عندنا ليكج اوف سيلر كونتنت اوتسايد بينما بالابوبتوسيس سيلر كونتنت بتضلها انتاكت كونتيند انسايد ذيس ابوبتوتيك بوديز. adjacent inflammation خلص عرفنا بالصوره كان واضح بيكون فريكوينت ان نيكروسيس ويرز نو انفلاميشن ان ابوبتوسيس. اوكي هذا الانفلاميشن هو التجمع الجليكوسايت. اوكي مينلي هون لما نحكي يعني adjacent inflammation هون نحكي عن النيوتروفيل لانه الفاجوسايت هي one of the inflammatory cell. اوكي عشان يعني ترتبوا مفاهيمكم اكثر هون بقصد غالبا يعني تجمع النيوتروفيل around the dead cells. ففي النيكروسيس بيكون هنا frequent neutrophilic accumulation whereas and apoptosis known neutrophilic infiltration لكن بيجوا بس مين الفاجوسايت to engulf the apoptotic bodies. اوكي هلا physiologic or pathologic role بالنيكروسيس invariably pathologic غالبا بيكون ايش pathologic بينما بالابوبتوسيس رح نشوف امثله كثير هلا على الفيسيولوجيك كونديشنز بيصير فيهم ابوبتوسيس. اوكي فيسيولوجيك كونديشنز بيصير فيهم ابوبتوسيس لكن برضه هذا لا يعني انه خلص هون ابوبتوسيس هون نيكروسيس معناها ما في اوفرلاب. لا ممكن يصير في اوفرلاب او كوكزيستنس اوف ابوبتوسيس اند نيكروسيس ممكن ات ذا سيم تايم بسيرتن كونديشن ممكن يبلش از ابوبتوسيس
اوكي ديو تو مثلا دي ان اي دامج، لكن صار عندنا زاد الدي ان اي دامج، صار عندنا سيفير دي ان اي دامج، طرأت تغيرات اخرى ادت الى نيكروسيس، فممكن يبلش از ابوبتوسيس وينتهي بنيكروسيس. فهي لازم نعرفها انه مش خلص الاشياء منفصل، لا ممكن يصير في اوفرلاب. في عندنا انواع ثانيه، في عندنا نيكرو ابوبتوسيس وبايرو ابوبتوسيس، ممكن هاي تكون الهوم ورك القادم. هذول موجودين وين؟ في الكتاب. الكتاب زي ما حكينا هو روبنز بيسك باثولوجي تيرث اديشن، اللي عنده نسخه قديمه ما في اي مشكله. الكتاب مش منجيبه ومنحطه ومنكلف اهلنا مبلغ عشان نحطه على جنب وتصير عليه غبره، اوكي؟ لا، الكتاب زي ما قلت لكم المره الماضيه انه لازم نفتحه جنبا الى جنب. ممكن نلاقي جدول احلى من الدكتوره خافيته، ممكن نلاقي صوره احلى تفهمني الموضوع بطريقه، ما بقول لك اقراه يعني بالتفاصيل الدقيقه اصلا، يعني لو قراته رح تلاقي انه انا من وين جبته. انا من 4 سنين حضرت هاي المحاضرات وبضلني اعمل ابديت عليها من الكتاب، كوبي بيست، اوكي؟ هو من الكتاب، لكن انا بختصر او يعني بحط المعلومات الاساسيه اللي بتفيدكم بهاي السنه اللي هي السنه الثانيه، لانه حشو المعلومات الزائد لن يعود علينا باي فائده، بصير عندنا معلومات كثير نطلع من السنه ولا كانه في شيء. بحاول قدر الامكان اخلي المعلومات الاساسيه بدون اضافه تفاصيل دقيقه كثير. لهيك بالكتاب زي ما قلت لكم طلعوا على الصور على السمري، ما بطالبكم انكم تقراوا كل حرف فيه، بعرف انه ما في وقت كثير، لكن رجاء عشان بس تعرف كيف الكتب كيف شكلها، لانه في ناس تتخرج ما بيعرف شكل الكتاب ولا بيعرف كيف نظام اذا اضطر في يوم من الايام يقرا شغله من الكتاب، اوكي؟ اذا نشوف الابوبتوسيس لما يصير بوين بالفيسيولوجيك سيتويشنز، اوكي؟ ابوبتوسيس ان فيسيولوجيك سيتويشن. اذا معناها فيسيولوجيك، اذا هي نورمال فينومينا تو اليمينيت سيلز ذات ار نو لونجر نيدد، رح نشوف امثله عليها. And to maintain a constant number of cell of various types and tissue. يعني الإشي اللي بصير عنا مثال programmed destruction of cells during embryogenesis. Programmed destruction of cells اللي هو programmed destruction of cells اللي هو الاسم الثاني للأبوبتوسيس، programmed cell death. أوكي؟ فهذا اللي programmed destruction أو الأبوبتوسيس اللي بصير during embryogenesis، هذا المثال. يعني الإمبريو عند يوتيرس ايش بيكون في عنا ببدايه الديفلوبمنت؟ هذول بتوين ذا فينجرز في عنا ايش؟ ويبس، اوكي؟ بيكون في هذاك الوقت في لهم يعني سيرتن فانكشن، اوكي؟ لكن احنا خلص عند يعني قبل الدليفري هذول الويبس بدهم يروحوا. شو طريقه الاليمينيشن اوف ذيس سيلز اللي خلص هلا ما بدنا اياهم، اوكي؟ من خلال الابوبتوسيس الدستركشن اوف سيلز ديث اوف ذيس سيلز. ف يصير عنا هذا الشكل. اذا هذا معنى البروجرام ديستركشن اوف سيلز دورينج امبريوجينيسيس، اوكي؟ زي ما حكينا مثلا بمثال ايش؟ الاتروفي. هي اوكي الاتروفي ادابتيشن، بس كيف بده يصير في عندي ديكريز نمبر اوف سيل؟ من خلال ايش؟ عندي 10 خلايا صاروا 5، اذا ماتوا الخمسه، صح ولا لا؟ من خلال الابوبتوسيس، اوكي؟ ببعض الحالات زي اللي حكينا عنها. هلا كمان بالانفوليوشن اوف هرمون تشبه مفهوم الاتروفيين. بالانفوليوشن اوف هرمون ديبندنت تيشو، اوكي؟ هو يعني هون الاتروفي صار اند ريزلت اوف ابوبتوسيس، لانه كيف صار عندي الاتروفي؟ كيف صار عندي ريدكشن ان ذا نمبر اوف سيلز؟ من خلال الابوبتوسيس. فاذا الانفوليوشن اوف هرمون ديبندنت تيشو such as regression of the lactating breast after weaning، اوكي؟ برضه هلا في عنا زي بالانتستينال كريبت ابيثيليا او بالانتستين، خلينا نحكي هما من الخلايا اللي رابد لي بروليفريتنج، لكن اذا ضل عندي رابد بروليفريشن وما عندي سيل ديث، اوكي؟ رح يصير في خلل، رح يصير في عندي مثلا فيري ثيك ميكوزا، اوكي؟ لهيك عشان نحافظ على البالانس رح يكون مقابل هذا البروليفريشن في عنا ديث للخلايا مثلا اللي صار عمرها خلص انتهى عمرها، اوكي؟ So to maintain the balance, we need apoptosis. So cell loss in proliferating cell populations, such as intestinal crypt epithelia, to maintain a constant number of cells. When كمان بصير الابوبتوسيس بالphysiologic situations, بالelimination of cells that have served their useful purpose, such as in neutrophil. اجت النيوتروفيل ادت وظيفتها، مثلا هاجمت البكتيريا، اوكي؟ كثر الله خيرها، انتهى عملها، فشو رح يصير الهدف؟ شو وسيلة الدث هون؟ باي ابوبتوسيس. هاي مثال. كيف كمان ممكن الابوبتوسيس يكون بالفيسيولوجيك سيتويشن
بالإليمينيشن أوف بوتنشالي هارمفول سيلف ريأكتيف لينفوسايت. تتذكروا لما حكينا عن السيلف ريأكتيف لينفوسايت إيش بيعملوا؟ اللي هم بيهاجموا خلايا طبيعية في جسمنا، أوكي؟ بيهاجموا خلايا طبيعية في جسمنا، فممكن نقدر نتخلص منهم من خلال الأبوبتوسيس. لكن إذا ما قدرنا شو رح يصير؟ failure of apoptosis of these self-reactive lymphocytes, that lymphocyte that destructing my own cells, my own normal cells, will lead to, or it's one of the causes. There is زي ما حكينا autoimmune diseases معقدين شوي، إنهم أكثر من ميكانيزم. فإحدى هاي الميكانيزم اللي هي شو؟ killing of self-reactive or failure of these of killing of these cells will lead to what? To autoimmune disease. Okay. هلا killing of virus infected cells and neoplastic cells. Killing of virus infected cells and neoplastic cells. برضو هلا بعض الخلايا بيكون إيش جواتها؟ فيروس. أوكي، كيف ممكن نتخلص منها؟ من خلال الأبوبتوسيس. أوكي، نتخلص منها يصير الهدف باي أبوبتوسيس. رح نشوف هلا شو يعني exact mechanism. أوكي، برضو some neoplastic cells we can eliminate some neoplastic cells by what? By apoptosis. أوكي، فهدول إذا ال conditions بيصير فيهم إيش؟ apoptosis. sorry physiological conditions بيصير فيهم apoptosis. هلا رح نحكي عن conditions that can lead to or pathological conditions that lead to apoptosis. pathological conditions that lead to apoptosis زي لما يصير في يكون عنا DNA damage بهاي الخلية. okay due to شو أسباب DNA damage؟ radiation الإشعاعات. okay toxic anti-cancer drugs extremes of temperature can lead to DNA damage. حتى sometimes the hypoxia can lead to what? To DNA damage. okay فإذا DNA damage can induce cell death. هلا دائما هلا كل خلايا بتتعرض لتغيرات معينة يصير فيها genetic changes. okay الجسم بيحاول يعملها عملية إيش؟ إصلاح repair. إذا ما صار هذا repair شو رح يصير في عنا؟ اللي هو death by apoptosis. okay طيب هلا رح نيجي عن الميكانيزم كيف بيصير الأبوبتوسيس، شو اللي بيصير بالضبط؟ أوكي، أهم شيء نعرف إنه الـ end result أو الإشي اللي بنحتاجه بهاي العملية لازم يكون في عندي عائلة من الإنزيمز اللي هم عائلة الكاسبيدز. أوكي، so activation of enzymes called caspases، هذا أهم شيء يكون موجود عشان يصير في عندي أبوبتوسيس. هلا رح نشوف كيف رح يصير في عنا activation of these enzymes، لأن في عنا two pathway for activation of this enzyme or two pathway that lead to apoptosis اللي هما الميتوكوندريال pathway and death receptor pathway. okay رح نبلش بالميتوكوندريال pathway. أول ما نشوف هالصور نخاف منها بعد، لكن once إنه فهمنا كل شيء موجود فيها رح نصير كتير سهلة ورح تسهل علينا الفهم. okay هلا هاي شو أو هاي المنطقة بلازما ممبرين بالضبط، وهذا يا شباب ايش اللي هو سايتوبلازم. ماشي، هلا نورمالي بالفايبل سيل بالوضع الطبيعي مثلا احنا بدنا هاي الخليه تتكاثر، ففي عندنا دروغ سيجنال هذول باللون الازرق بيرتبطوا، يعني معظم الاشياء البروتينز الانزيمز معظمها بيكون بيرتبطوا بمستقبلات. اوكي، فارتبطوا بهذا المستقبل، هذا الريسبتر. ارتباط الجروث فاكتور مع هذا الريسبتر ادى الى ايش؟ احنا ما بدنا ابوبتوسيس، شو بدنا؟ بدنا بروليفريشن اسمه جروث فاكتور، بيؤدي الى البرودكشن اوف انتي ابوبتوتيك بروتين. هلا قبل ما نحكي في عنا عائله ثانيه اسمها بي سي ال 2 فاميلي. بي سي ال 2 فاميلي فيها انتي ابوبتوتيك اند برو ابوبتوتيك. شو يعني برو ابوبتوتيك؟ انديوس ابوبتوسيس، انتي انهبت يس ذا ابوبتوسيس. اوكي هلا زي كيف نحكي ام احمد، هلا احمد بي سي ال 2 العائله اوكي هي من الانتي ابوبتوتيك عشان ما تخربط هي. اوكي اسمها بي سي ال 2 فاميلي لكن فيها الانتي ابوبتوتيك بروتينز اند برو ابوبتوتيك بروتينز. ف الانتي ابوبتوتيك بروتينز such as بي سي ال 2 اند بي سي ال اكس. اوكي بي سي ال 2 اند بي سي ال اكس هذول شو اسمهم؟ انتي ابوبتوتيك. شو وظيفتهم؟ انهبت ذا ابوبتوسيس. سو ان ذا بريزنس اوف ا جروث فاكتور
there are production of or there's production of anti-apoptotic proteins اللي هم BCL2 والBCLX. إيش بعمل؟ هدول بيكونوا وكأنهم حارس على جدار إيش؟ الميتوكوندريا. بمنعوا release of some enzymes and some protein that can lead to what? To caspase activation. حكينا مهم لعملية الأبوبتوسيس. أوكي؟ إذا وجود BCL2 أو BCLX على the wall of the mitochondria will prevent the leakage of cytochrome C and other proteins. Okay. هلا الوضع الآخر مقابل عنا no survival signals, no growth factor. We don't need these cells. Okay. ديو مثلا زي ما حكينا during development, during embryogenesis or في عندي pathologic condition such as irradiation that leads to what? DNA damage. إذا شو متوقع رح يصير؟ apoptosis. طب كيف رح يصير الأبوبتوسيس؟ من خلال أول شيء في عنا رح يصير تحفيز activation للسنسورز اسمهم BH3 only protein هايهم لون زهري. أوكي؟ شو رح يعملوا هدول السنسورز؟ مباشرة بيرتبطوا بمين؟ بالأنتي أبوبتوتيك بروتين. شو بيعملوا له؟ inhibition بالضبط وكأنه مش موجود. أوكي؟ يعني inhibitors أو inhibit the inhibitors of apoptosis وبالتالي رح يصير في apoptosis. Okay. So antagonize the action of BCL2 and BCLX. فشو بصير في عنا؟ في هون جنب هدول الأنتي apoptotic protein كانوا مانعين عمل the pro-apoptotic protein اللي هم مين؟ backs and back. نحفظهم هدول backs and back اللي هم pro-apoptotic proteins. The pro-apoptotic proteins هدول backs and back بتحدوا مع بعض dimerize together بيعملوا لي channel قناة بتمر منها مين؟ cytochrome C and other proteins. اوكي؟ فبصير في عندي اذا الactivation of sensor due to DNA damage or loss of survival signals will lead to will antagonize the action of BCL2 وبالتالي بصير في عنا activation فيحبط عملها فايش بصير في عنا activation للبرو أبوبتوتيك بروتين such as backs and back that will form a channel that will lead to passage of cytochrome C and other proteins وبالتالي هذول رح يعملوا لي إيش mainly cytochrome C activation of caspase. أوكي هلا رح نشوف دور الكاسبيز بالأبوبتوز إذا إحنا نحكي خطوة خطوة. أوكي فهاي إذا عمالنا بنحكي عن مين عن mitochondrial pathway of apoptosis أو الاسم الثاني إلها intrinsic pathway of apoptosis. أوكي هلا هون again بس تأكيد على المفاهيم إذا mitochondrial intrinsic pathway responsible for apoptosis in most situations. Okay the mitochondria contain several proteins that are capable of inducing apoptosis such as cytochrome C and other protein. زي ما قلت لكم في أشياء بنقدر من هلا نعمل إكس خلص فهمتها موجودة بالرسمة. أوكي شباب شباب Variability of mitochondria is controlled by me. شو حكينا أي عائلة اللي هي BCL2 family. هلا متى sensors بصير لهم activation موجود بالصورة when cells are deprived of growth factors and other survival signals or are exposed to agents that damage DNA such as radiation. Okay. طيب شو دور السنسر؟ Activate two pro-apoptotic member of the BCL2 family. Okay. اللي اسمهم backs and back. Backs and back will dimerize and will insert into the mitochondrial membrane and form channels through which cytochrome C and other proteins escape into the cytosol. Okay? صورة أتوقع واضحة لو بالعكس بلشت أقرأ لكم إياها وبعدين إحنا على الصورة أو بدون صورة كتير صعب نتخيلها. Okay? هلا والسنسورز بنفس الوقت برضو will inhibit the anti-apoptotic molecules such as BCL2 and BCLX. هلا الليكج اوف سايتوكروم سي والاكتيفيت كاسبيز ويتش وان 9 لانه حكينا هي عائله كاسبيز برضو عائله في عندنا كاسبيز 9 8 3 اند 6 هلا رح نتعرف كل واحد وين بيكون موجود او كيف ببلش الموضوع هون عندنا بتحفز الكاسبيز 9 هون بالميتوكوندريال باثوي كاسبيز 9 ويل اكتيفيتد اوكي بوجود السايتوكروم سي طبعا برضو في عندنا اذر بروتين that leak out of mitochondria will block the activity of caspase antagonist. احنا بنعرف انه معظم الانزيمات في الجسم
إلها إشي بحبط عملها صح؟ antagonize the action of the enzyme. اسمه مثلا هون ببساطة caspase antagonism. أوكي؟ بنا هون الأذر بروتين دولان نحكي سايتوكرومسي الأذر بروتين دول الأذر بروتين هلا ممكن أوكي صار في عندي activation للكاسبيز وبتبلش عملية الأوبتوسيز بيجي الكاسبيز antagonism شو بعمل؟ بلقينها بدي action of caspase رجعنا من أول إذا لكن هدول الأذر بروتينز يروح بيدوروا على مين؟ على الكاسبيز antagonist وبعملوا لهم inhibition فبالتالي بضل الكاسبيز active. شوفوا قديش العملية دقيقة سبحان الله. أوكي؟ فإذا مش بس انه خلص تحفز الكاسبيز انتهى الموضوع لا برضو في عنا اشياء تانية خطوط دفاعية تانية بتشتغل على جهات اخرى لحتى تحافظ على الاشي اللي بدنا يعني كاسبيز اكتيفيشن. اوكي طيب زي ما حكينا هلا لو بالعكس اذا سيلز اكسبوز تو جروث فاكتور ويل ذي ويل سينثيسايز ذا انتي ابوبتوتيك ممبر اوف ذا بي سي ال 2 فاميلي بي سي ال 2 اند بي سي ال اكس. اوكي ذي ويل انتاغونايز ذا اكشن اوف باكسن باك وبالتالي ما في عنا channel ما في عنا escape of cytochrome C and other proteins وبالتالي ما عنا إيش caspase activation. أوكي بتوقع إنه هيك الأمور واضحة. إذن هلا عمال نحكي عن مين mitochondrial intrinsic pathway of apoptosis. Another pathway اسمها death receptor or extrinsic pathway. أوكي death receptor or extrinsic pathway. هلا many cell express death receptors that trigger apoptosis. مثل إيش؟ الفاس. أوكي هذا ريسبتر ماشي. الفاس and TNF بالضبط اللي هو tumor necrosis factor. أوكي هو اسمه هيك يعني نحكي طب نحكي عن apoptosis هو اسمه هيك. tumor necrosis factor 1 هذا death receptor. أوكي ففي عنا المين تايبس هذول المين. برضو ما رح نأخذ أنواع كتير نحكي عن المين types of death receptors اللي هم FAS أو الاسم الثاني لإله CD95 أو Type 1 tumor necrosis factor. طبعا أي مستقبل إيش بده؟ بده ليجند بده إشي يرتبط فيه عشان يصير له activation. فهنا مين الليجند اسمهم FAS. أوكي الفاس ليجند أو FAS L is a membrane protein mainly expressed where on activated T lymphocytes. إذا معظم الخلايا عليها ريسبتر لكن الفاس ليجند اوكي موجوده على الاكتيفيتد تي ليمفوسايتس مينلي. هلا لما هاي التي سيل تكون سيركيليتنج مثلا ان ذا بلاد وتقابل خليه عليها ريسبتر بيرتبطوا مع بعض. اذا when these T cells recognize fast expressing targets or recognize cells that express fast receptors اوكي fast molecules are cross linked by fast ligand فبصير ارتباط الفاس مع الفاس ليجند and bind adapter protein via the death domain. ففي عنا اذا هاي شو بدها تكون اذا خليه اللي عليها فاس ليجند تي اكسلنت ممكن نكتب هون عشان ما ننسى انه هاي تي لينفوسايت عليها ايش فاس ليجند ارتبطت بالمستقبل ديث ريسبتر. اوكي هون بس مكتوب فاس ممكن اكتب بين قوسين هو اسم الثاني له سي دي 95 واكتب هذا ديث ريسبتر ارتباطهم مع بعض. اوكي ويل اكتيفيت انذر كاسكيد اوف بروتين من خلال ارتباطهم مع الديث دومين. ديث دومين هذا الاحمر هون مثلا اف اي دي دي اللي هو فاس اسوسييتد ديث دومين. اوكي ممكن تلاقي اسماء ثانيه برضو بس هذا المطلوب. اذا الفاس اسوسييتد ديث دومين ارتباط الفاس ليجند مع الفاس ويل اكتيفيت الديث دومين ذات ويل اكتيفيت انذر بروتينز اند انزايم. فشو بصير في عندنا activation of caspase 8 هنا 8 اوكي activation of caspase 8 الميتوكوندريال باثوي شو كان اي caspase 9 بالاكسترنسيف باثوي بصير في عندنا activation of caspase 8. هلا 9 و 8 اثنين يعتبروا ايش initiator they will initiate activation of another caspase بالضبط اللي هم executioner caspases mainly اللي هم 3 and 6 يعني either صار في عندنا activation of the mitochondrial pathway or activation of the death receptor pathway رح يعطينا ايش ال end result اللي هو activation of executioner caspases. لكن الميتوكوندريال صار في عندنا اللي هو caspase 9 ال death receptor caspase 8 لكن الاثنين 9 and 8 will activate executioner caspases اللي هم مين
3 and 6 بالضبط. اوكي اذا وبعدين بصير في انا رح نشوف هلا كيف الكاسبيز رح يعمل لي اللي هو destruction of the nuclei and cytoskeletal protein that will. طبعا هون ببلشوا يشتغلوا الكاسبيز 8 وال9 في لهم يعني بيشتغلوا على يعني تارجتس معينه لكن ما بزبط لحالهم لازم يعملوا لي activational executional كاسبيز اللي هو بيعمل لي ال DNA fragmentation وال cytoskeletal fragmentation. اوكي او يعني to alter the structure of the cytoskeleton. اوكي اذا بديت ريسبتر او اكستنسيف بعده بصير في عنا ريكروتمنت اند اكتيفيشن اوف كاسبيز 8 زي ما قلنا. هلا النقطه المهمه انه بنرجع نحكي ترى العلم واسع. انا هلا اي حد بيسالني اي سؤال بحكي له اه ممكن بصير تدور عليه اذا السؤال يعني مثلا مش معروف او كذا لانه كثير في اشياء بصير في اوفرلاب ما في اشي بس خلص هاد بصير بس مع هاد ممكن يصير في عنا اوفرلاب زي ما شفنا بالابوبتوسيس والنكروسيس. وهلا زي ما هلا احنا درسنا خلص متوقع الميتوكوندريا تشتغل لحالها والاكستنسيف تشتغل لحالها لكن احيانا يصير اوفرلاب. كيف؟ لانه الكاسبيز 8 نفسه ممكن يعمل لي اكتيفيشن للبرو ابوبتوتيك ممبر اوف بي سي ال 2 فاميلي زي البيد هون اسمه بيد بي اي دي. اوكي يعني مش باك تو باك هون نحكي عن البيد بي اي دي وبالتالي بصير في عندي اكتيفيشن اوف mitochondrial pathway at the same time. اوكي فهاي بس يعني نوت عشان ضلنا قادرين نعرف انه ممكن اوفرلاب يصير ما خلص نحفظ الامور بس هيك او هيك. اوكي ممكن يصير في عنا اوفرلاب. مثلا المثال هنا انه من خلال الكاسبيز 8 كاسبيز 8 كان اكتيفيت one of the proautotic protein called BID وبالتالي كان اكتيفيت the mitochondrial pathway. برضه نقطه ثانيه يعني عشان نستوعب الموضوع اكثر احنا حكينا انه الابوبتوسيس ممكن يساعدنا على الكيلينج اوف فيروس انفكتد سيلز لكن احيانا ما بنقدر الصح بيكون في فيروس ما بيقدر الجسم يسيطر عليه. اوكي ليش؟ لانه بعض الفيروسات بتهرب من الوسيله القتل الجسم بتاخذها. مثلا هنا كان مفروض يصير في عندنا ديث باي ابوبتوسيس من خلال كاسبيز اكتيفيشن فشو بتعمل سام فيروسز والبروديوس هومولوجس يعني شيء بيشبه الكاسبيز انتاغونيست اللي هو مثلا هون اسمه فليب هنا اختصاره مش فليب الفعل فليب اف ال اي بي اختصار او ون اوف ذا نيمز فور كاسبيز انتاغونيست. فهذا الفيروس شو يعني شوف الذكاء شو بصير عنا الميكانيزم تبعته بيعمل لي بيصنع لي كاسبيز انتاغونيست بيشبه الموجود في الجسم فايش بيعمل؟ بيعمل لي انهيبيشن اوف ذا اكشن اوف كاسبيز. So some viruses produce homologous of FLIP and it is suggested that this is a mechanism that viruses use to keep infected cells alive. طبعا برضو انا بحكي some viruses in some situations ما تاخدها قاعدة انه دائما هاي وسيلة الهروب. اوكي في عنا mechanisms وانواع الفيروسات ما نخلصش من هون لا تخلصوا الطب وبتخلصوا وبتخصصوا ما بتعرفوا الاذر ميكانيزمز. اوكي ما بنقدر نمر عليهم كلهم رح نحكي سم فيروس برضه هي عشان تو كيب ات ان مايند جاست عشان تشوف كيف ممكن الجسم بيشتغل كيف الجسم بدافع عنا لكن بنفس الوقت الفيروسات ممكن تهرب من هاي الوسيله الدفاعيه. هلا مينلي ديث ريسبتور باد واي انفولد ان اليمينيشن اوف سيلف رياكتيف ليمفوسايتس اللي حكينا عنهم اند ان كيلينج اوف تارجت سيلز such as neoblastic cells by some cytotoxic T lymphocytes. يعني هدول cytotoxic T lymphocytes can kill the neoblastic cell. يعني neoblastic cell ممكن يكون على receptor تبعها death receptor فبتيجي بترتبط معها cytotoxic T cell بصير في عنا death by apoptosis. اوكي هاي بتلخص لي كل اللي حكيناه في المحاضرة. اذا في عنا mitochondrial or تفضلوا intrinsic bad way اللي يعني بلش في ناس بتتاوب ناس غفيانة خليكم معي واحكوا معي لو سمحتوا. الديث ريسبتر او الاسم الثاني له لايش؟ اكسترنسك باد واي. اوكي زي ما حكينا اذا صار في عنا لوس اوف جروث فاكتور او جروث فاكتور ويذدراول دي ان اي دامج ايذر باي راديشن باي فري راديكلز باي سم توكسينز. اوكي او في عنا كمان انذر باد واي اوف سيل انجوري انذر واي اوف سيل انجوري اللي هي مثلا بروتين مس فولدنج اب نورمال بروتينز. اوكي كان تريجر ذا ديث اوف ذا سيل لانه في خربطه بالبروتينات مش مضبوطه البروتينات فبصير في هاي الخليه بصير فيها سيل ديث باي مينلي باي ابوبتوسيس. طيب بغض النظر صار في عندنا سيل انجوري ديو تو ذيس
causes, one of these causes, راح يصير في عندي activation of BCL2 family sensors. إذا BCL2 family حكينا في sensors وفي pro apoptotic protein وفي anti apoptotic proteins. فالsensors شو راح يعملوا لي activation لل pro apoptotic protein اللي هم backs and back and inhibition of what ال anti apoptotic protein. وبالتالي بصير في عنا channels that lead to leakage of cytochrome C and other protein that will lead to activation of initiated caspase. شو اسمه؟ caspase 9. Excellent. Caspase 9. Where is a different receptor pathway in the presence, إذا اصطدموا مع بعض الفاس ليجند مع الفاس أو الفاس ليجند مع الريسبتر تبعه رح يصير في عندي activation of adapter proteins that will lead to activation of initiated caspase. إيش اسمه؟ Caspase 8. Okay. For this or this, the end result اللي هو إيش؟ The activation of executional caspase. هم mainly mean 3 and 6. Okay. 3 and 6. هلا هون دوره هذا the executional caspase بيعمل لي endonuclease activation. Okay. وبالتالي اللي هي صار في عندي fragmentation of DNA into nucleosome fragments. Okay. And breakdown of cytoskeleton. Okay, breakdown of cytoskeleton. فتجمع وين؟ زي ما حكينا يعني بالبلبس بيكون هيك على الأطراف، بعدين تنفصل وبتصير في عنا اللي هدول apoptotic body بالضبط. فإذا هاي apoptotic body إيش بيكون عليها؟ بيكون عليها ligands for phagocytic cell receptors. يعني نفس الشيء phagocytes when circulating in the blood ايش بيكون عليهم ريسبتور بدهم ايش يرتبطوا معه وين بيلاقوه على السيرفيس اوف ذيس apoptotic bodies. اوكي فارتباط الريسبتور مع الليجند بيؤدي الى الانجلفمنت اوف ذيس apoptotic body and degradation of the product of these الاند ريزلت. يعني ما يدخلوا هذول على الفاجوسايت اكيد راح يصير لهم تحطم بالنهايه ويتخلص منهم الجسم او يتخلص منهم الفاجوسايت بطريقتها من خلال ريليز اوف ذا انزيم. اوكي هلا اذا زي ما حكينا الميتوكوندريا اللي عند الريسبتور باد واي بيؤدوا لاكتيفيشن اوف انيشيتر كاسبيز 9 بالميتوكوندريا 8 ان ذا ريسبتور باد واي الاند ريزلت ذات ذي ويل اكتيفيت اكسكيوشنال كاسبيز اكسكيوشنال كاسبيز ويل اكتيفيت انذر انزيم ويل اكتيفيت نيوكليازز ذات ويل ديجريد دي ان اي اند نيوكليير بروتين اند ديجريد سام كومبوننت اوف ذا نيوكليير ماتريكس اند سايتوسكيلتون. عشان هيك بصير سهل عملية انفصال الممبرين عن الـ يعني الخلية الأصلية. أوكي هلا زي ما قلنا كيف رح يصير في عنا الكليرانس أوف apoptotic cell by phagocytosis. أوكي هلا النورمال سيلز فوسفاتيدلسيرين is present on the inner leaflet of the plasma membrane زي ما قلت لكم. لكن لما بالapoptotic cell لما تبلش الخلية يصير فيها apoptosis هدول الفوسفاتيدلسيرين شو بصير لهم فليبس بقلب لبرا. اوكي وبالتالي بسهل هذا الشيء تعرف مين انه الماكروفيج تتعرف عليها من خلال وجود هذول الليبنس على الاوتر سيرفيس. اوكي بتسهل عمليه الفاجوسايتوسيس وبنفس الوقت هذول السيلز ذات ار داينج باي ابوبتوسيس ممكن يعملوا ايش تو ريليز سم فاكتورز ذات ريكروت مور فاجوسايتس. يعني هون احنا نشوف شو الطريقه طب كيف توصل للفاجوسايت لهي المنطقه اللي صار فيها ابوبتوسيس. اوكي اول شيء من خلال الكليبنج اوف ميمبرين ف يعني زي بصير استشعار بالسيجنالز ترسل انه هون في على هاي الخليه في صار ابنورمال ليبيد لانه هذول لازم يكونوا جوا فبصير سهل ارتباطها مع الفاجوسايت ريسبتور. اوكي او يسهل التعرف عليها من قبل الفاجوسايت. والشغله الثانيه انه ممكن نفسهم الابوبتوكسل يفرزوا فاكتور تؤدي الى تجمع هدول الفاكتور بيعمل بيرسلوا سيجنال للفاجوسايت عشان تيجي وتعمل لي اللي هو انجلفمنت اوف ذا apoptotic bodies. طبعا هذا الفاجوسايتوسيس is so efficient that the cells disappear without leaving a trace. وزي ما حكينا الانفلاميشن is virtually absent لانه خلص الفاجوسايت تيجي بتلتهم apoptotic bodies وبتروح فما بطل في عنا ما في عنا inflammatory cells surrounding this area اللي صار فيها cell death. اوكي هاي مثال مثلا على السمري هذا ماخوذ من الكتاب ممكن هيك السمري يرتب لك افكارك شوي. اوكي من خلال السمري بوكسز بيكونوا موجودين في نهايه الكتاب. هلا هذا
بالازرق لما تشوفوا شيء بالازرق بتعرفوا هذا لينك اوكي. فهو فيديو اوكي. قديش الساعه؟ لسه معنا وقت. خلينا نحضر الفيديو مع بعض اوكي. لانه النت اتوقع ما في اوريدي انا نزلته طبعا بالبيت بده يرجع يعيده بقدر بس على اللينك. طيب الصبية اللي جت متأخرة آخر المحاضرة بتمنى ما تنعاد هاي إلا في إذا سبب طارئ جدا أوكي. رجاء ما حدا يجي على المحاضرة بآخر ثلاث. شو استفدتي؟ فهمتي إيش المحاضرة؟ أكيد لا أوكي. إلا إذا في سبب قاهر يعني. الشباب اللي على الجهة لو سمحتوا لو سمحتوا ما تعبتوش ما زهقتوش ما خلص الموضوع اللي بتحكوا فيه. ليش في الصوت؟ طيب هون مثلا صار في عندنا ايش؟ دي ان اي دامج اوكي. طبعا هون حاطين الاكتيفيشن اوف انذر بروتين ما راح ندخل في تفاصيلهم انه كيف بالنهايه راح يصير في عندنا اكتيفيشن للباكس. الباكس ايش راح يعمل لي؟ شانل اوكي. اكسلنت. ما بعرف ايش بالصوت، ما بعرف كان موجود يعني. الله يسامحهم. طيب بصير في ليكج اوف سايت كروم سي. اوكي. برتبط مع انذر بروتينز برضه هاي ما دخلنا بتفاصيلها الدقيقة لكن الانترا هلا رح ترتبط هذا مع البروكاست بيز ايش؟ 9. لأنه احنا عمالنا بنحكي عن الميتوكوندريال باث واي، اوكي؟ كاسبيز 9 ببلش يشتغل شوي بس زي ما قلنا أهم شيء إنه يعمل الأكتيفيشن أوف executional caspase. صبايا هلا عنا ايش الاكسترنسك باثواي زي ما قلنا هذا R receptor. هاي ايش رح تكون اذا سايتوتوكسيك تي لينفوسايت مني ارتبط الليجند مع الريسبتر. اوكي هذا الديث دومين اللي حكينا عنه. ارتبطوا اكثر بروتين يعني كاسكيد اوف بروتين بيؤدوا للاكتيفيشن اوف كاسبيز 8 اوكي. برضه الكاسبيز 8 راح يبلش يعمل الاكشن تبعه لكن بدنا بالنهايه الاكسكيوشن اللي هو الاكتيفيشن اوف اكسكيوشنال كاسبيز زي الكاسبيز 3 اند 6 زي ما قلنا. كاسبيز 3 والاكتيفيت وات هنا الدي ان ايز. دي ان ايز ذات ويل ليد تو فراجمنتيشن اوف دي ان اي. هاي دي ان اي شو رح تعمل لي؟ زي ما قلنا دي ان اي فراجمنتيشن بتحولها لنيوكليوزوم فراجمنتس. بعدين عندنا الاكسكيوشن او الكليفج اوف ذا سايتوسكيلتون عشان يسهل عمل حركته ويصير يعمل بلبس. هون حلو كثير شوفوا كيف بصير انفصال هدول اوتوتيك باديز عن الممبرين وشو جواتهم معظمهم نيوكليوزوم سايز فراجمنت وممكن كمان زي ما شفنا بالصور الثانيه اللي هو سم اورجانيلز ميتوكوندريا ممكن تكون هون اندوبلازم ريتيكولا ممكن تكون هون. هلا دور مين بيجي اللي هو الفاجوسايت بالضبط. اكسلنت. بصير عندنا الفاجوسايتوسيس
هيك شفنا صور كتير، شفنا كيف الانيميشن تبع هذا. اتمنى انه بحاول كتير الاقي دائما لاي موضوع بحيث نشوف، لانه برضو الانيميشن لسه بيرسخ الموضوع اكثر واكثر. فتاكدوا اذا وجدت دائما اي شيء ممكن يفيدكم راح احطه في المحاضره. ويعطيكم العافيه، واي حدا بده سؤال يتفضل. خديفة، انا رح اخبرك عن اللاب. زي ما قلت لك على الاغلب بناسبكم صح، لانه دكتور وليد قال لي 4:30 يمكن عبين ما يروح الطول، ما بضبط الصبح لانه بتطلعوا على دوام اصلا في الصبح محاضرات على بالضبط. هاي هي